بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics، المحاضرة الثانية من الدرس الأول اللي عنوانه Energy and Energy Transfer. قد طرحنا سؤال في المرة الماضية وأود الإجابة عليه أو تذكيركم به، اللي هو إيش الفرق بين ثلاثة أنواع من السيستم، يعني Open, Closed and Isolated، وأيضا الانتراكشن مع الماس فلو اند انرجي فلو. قلنا بالنسبه للاوبن سيستم يسمح بانتقال الكتله والطاقه، بالنسبه للايزوليتد سيستم لا يسمح بتبادل الطاقه او الكتله ايضا، يعني لا يسمح بالاثنين، وبالنسبه للكلوزد سيستم يسمح بمرور الطاقه لكنه لا يسمح بمرور الكتله. في الحصه هذه ان شاء الله راح نعطي لمحة على كلمة intensive and extensive properties أو الخاصيات intensive and extensive. بالنسبة لكلمة intensive هي الخاصيات اللي independent of the amount of mass، يعني إيش؟ يعني لا تتأثر بالكتلة. بالنسبة لextensive properties هي الخاصية التي تتأثر أو depend، يعني تعتمد على الكتلة للسيستم. فهنا مثلا نعطي أمثلة، والسلايد القادم إن شاء الله أيضا نعطي أمثلة أكثر. Intensive properties قلنا هي الخاصية التي لا تتأثر بالكتلة، فمثلا كثافة المادة density لا تتأثر بالكتلة، فلو أخذنا متر مكعب أو 1 كيلوغرام من الماء وطن من الماء، فكثافة الماء هي نفسها هنا وهنا. لو أخذنا درجة الحرارة نفس الشيء، كيلوغرام من الماء أو طن من الماء، فدرجة حرارة الماء تبقى نفسها، يعني لا تتأثر بالكتلة. بالنسبة للإكستنسيف بروبرتيز وهي الخاصية اللي قلنا تعتمد أو تتأثر مباشرة بالكتلة، فيمكن اعتبار هذا مثلا الحجم فوليوم، يمكن أيضا اعتبار أي شباب يتأثر بالكتلة، نعم نقدر نقول أريا، نقدر نقول إيش الطول، يعني dimension، وهكذا دواليك. في الجدول اللي موجود في السلايد اللي بعد في هنا بعض الأمثلة. قبل ما نمر الأمثلة، في هنا على اليسار أيضا تعريف extensive، قلنا depends on the amount of matter in the substance، example size mass length shape and volume. بالنسبة intensive does not depend on the amount of matter in the substance، example color smell phase boiling point melting point وهكذا دواليك. في الجدول هذا ايضا اعطانا بعض الامثله الاخرى، فمثلا intensive properties يقدر نشوف test color hardness boiling point melting point density وهكذا دواليك. extensive ايضا اعطانا length width surface area volume mass weight الى غير ذلك من الامثله. نمر الان الى تعريف mass and weight. هنا فقط أود تذكيركم أنه في بعض الناس تخلط بين الماس وبين الويت. الماس شباب هي إيش؟ هي نعرفها عشان ما نخطئ فيها، نعرفها بإيش؟ بالكيلوغرام، يعني إيش وحدتها؟ هي الكيلوغرام. الويت هي القوة الناتجة عن الكتلة، قوة الناتجة عن الماس. فتعريف الويت زي ما مكتوب هنا تساوي ماس في جي، مع انه جي ايش؟ acceleration of gravity. بالنسبة لوحدة الماس زي ما نعرفه هي ايش؟ الكيلوغرام. وحدة الجي acceleration of gravity هي متر per second square، فتصبح وحدة الويت زي ما شفنا كيلوغرام متر per second square وإلا نيوتن. ايضا كنا قد قسمنا او طلعنا انه نيوتن هي derived unit وكيلوغرام متر بير سكند سكوير هي اس اي يونت. نمر بعدين لتعريف سبيسيفيك فوليوم. سبيسيفيك فوليوم دائما اي كلمه تسبق بسبيسيفيك، وراح نشوفها بعدين ان شاء الله في الحصص اللي بعد، فهي نقصد بها الشيء اللي موجود بعد كلمه سبيسيفيك على الكتله. فمثلا سبيسيفيك فوليوم يساوي ايش هنا؟ يساوي الفوليوم زي ما قلنا الكلمه الثانيه على ماذا؟ على الكتلة. فكده تكون تعريف specific volume هو volume على الماس،
الفوليوم بالمتر مكعب والماس بالكيلوغرام، فتصبح specific volume أي شباب وحدتها متر مكعب per كيلوغرام. التعريف اللي بعده وهو عكس أو مقلوب specific volume وهو density أو الكثافة زي ما هي معروفة، عادة نستعمل فيها حرف اليوناني رو of a substance is the total mass of that substance divided by the total volume. فهي إذن mass على الفوليوم، الوحدة هنا كيلوغرام، الوحدة هنا متر مكعب، وتصبح الوحدة أي شباب كيلوغرام per متر مكعب. زي ما قلنا الدنسيتي تساوي الماس على الفوليوم تساوي واحد على ماس على أو عذروني هنا واحد على فوليوم على ماس تساوي واحد على specific volume زي ما موجود هنا أو مشار إليه. كده كون خلصت الحصة الثانية من هذا. فقط أطرح سؤال هنا، هل ممكن أعطائي أمثلة أخرى من intensive and extensive properties؟ نعيد السؤال، هل ممكن أعطائي أمثلة أخرى من intensive and extensive properties؟ ننتظر الإجابة في الحصة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.